اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم ومعانا ضيفنا العزيز المصرفندي الاعلامي الاستاذ محمد علي خير. هي كده خلاص لبست بقى يعني المصرفندي. عايز اقول لحضرتك ابراهيم منيسي، لان احنا اصدقاء من اكتر من 30 سنه طبعا. ما يكلمنيش في التليفون الا يقول لي يا مصر افندي، يعني خلاص انت حاجه بقت اسطمبه بقى. انت حاجه يعني الحمد لله نشفت جزء ملمح، لكن الراجل ده لو تعرفوه من جوه وتابعوه هتجدوا حاجه. اهلاوي عنيف كده. لا مش يعني، بس خلينا نقول اهلاوي عاقل يعني جدا. وانا مش بنتصر، اكد تاني للاهلي كنادي، لان الاهلي قيمه يعني. صحيح. فكره. والاهلي فكره ومبادئ وتاريخ ومبهج وصانع بهجه لينا يعني. طيب